عمر بن الخطاب في احدى الروايات الله يلاحظه وحاركي عمر ابو بكر الصديق ومالين والبا كبحي مساجدك مركز سوده نكني حقوتك وامير وحوي خليفه رسول الله مركز سوده بقلي. وقيل عن عمر لكن ابو بكر اي اشهر وضبقلي نكني نكني يعني مسؤول مسؤوليه امد اللوردي بي خليفه رسول الله محصميه وحاركي ابو بكر بول يرسي قليا رضي الله عنه وارضاه ومن لي بمثلك يا ابا بكر تمشي رويدا وتجيء في الاول. ابو بكر اولويز واول ليس بثاني قده قلي ابو بكر مد كتشري عمر رد بدك ايجي كخاوسي وصبح ابو بكر وسكتري عمر باك الضبق قال مخزقري بول كيرا وحقوق تجي إسلام إن دلا ومقعد أول لغلا سبحان الله وإن دلا ضحي وإن لغلا ضحي. فقال يا أمت الله أدونت إلهي من هذا الذي يدخل عليك ننكم خصو قال مالي والبواء. فقالت والله لا أدري ننكم إيسو قال يا والله لا أدري يعني سبحان الله هو خليفة رسول الله وعيت لي والله ما أدري اسمه شرحه ومين هذا وحنا هاي أبو بكر الصديق ثاني الاثنين بنا هاي نينك النبي قال له هاجري وحنا هاي نينك صدق حريص وصدق قيستي نينك جهاد كقلي نينك النبي قال إلك وحاصل المؤرن ومشيقن. فقالت والله لا أدري مو أقول نينك وحياي. فقال يا أمتي الله محوصة ميا وحيتري سحرتها كعب لقنا ويقرضها وحرتها يرو هكا دبدة شوكتنا ويصول لسا قولي أنا وإيه ثقة ويا أخو أردت إذا حال كي أنا أنت إيه نظافة أي قطع نظافة أي قطع مركز عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت كصب حي بول كيرا أي الدبدة فريست مركز يسكوه رضي الله عنه يسكوه لأنه نك أنا كهر ليا قف عادية معها من عادية معها وننك والنبي صلى الله عليه وسلم حديثك عبد الله بن عباس في صحيح البخاري انت النبي صلى الله عليه وسلم صوف فريستي من بركة أيوه عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما عند الله نبي قال فريستي مقال سورة الضون باتشرة بولي النبي قال مركا عندهم مشيقين الضون باتشرة الضون اياتشرة وإلى هاي خيارك أوسيي إنو كلا الدورته الدون كني خيرات كذا النعمة كذا الذهب كذا يعين إلهي سبحانه وتعالى لكلمه. قال فاختار ما عند الله فاختار ما عند وحي إلهي وحج الضون كاسيتش على يسي إن إلهي سبحانه وتعالى لكلمه. قال فبكى أبو بكر أبو بكر أكفلي أي يسكؤه رضي الله عنه يعني أبو بكر محبة لرسول الله النبي كوتش على وحكم وحبوه فهمي وحبوه أخرستي ويسكؤه مركز الرسول كأي أي ما كان سوري لا تبكي يا أبا بكر هؤيهم لي يا أبا بكر ها المين يعني سبحان الله أبو بكر يا النبي يقولون حي هاين ولا الله صوت الانتي رسول الله يي صوت هاجري حوله دي وضب دين تيله أهري. فقال يا أبا بكر لا تبكي يا أبا بكر ما كان سوري النبي يقول إن من أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبا بكر الدونك سبحانه وتعالى انت الى عبادك او الى سبحانه وتعالى قفك قرن ابا المرين كريم يقول نبي وابو بكر الصديق رضي الله مركز سوي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا سبحان الله هديا خليل يعني خليل ان كتلقنا يقف ابو بكر بوحان لها ولكنكم ولكن صاحبكم خليل الرحمن لكن أنا خليل كي وإلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أنا قال قدوتك جعل يعني ولكن صاحبكم خليل الرحمن وننكا أي أبو بكر الصديق وأبو بكر وكا مرك عمر بن الخطاب وحكول مرك صبح ماشي قال قد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر أتعبت الخلفاء من بعدك تتكادم بيا كرات راعي كريم ما ينبولي أبو بكر والدالسي يعني اندرا شد هذا القاريه ولي ما بتشريو ما تشريو ابو بكر انتم مساجد كيمي
مكشكين وحسمه إسلام تا عندها لا إيه هل كاس كتاعن إيه هل كاس كتشوكتة أن عيد لهين إيه أن معين لهين إيه عيد أجر متى أن لهين أي الصبح والبنت صاك الله كصوب بحوم مساجدك أي يقضي حاجتها مركز سؤال شيء نسويدين وحوية سؤال شيء نسويدين وحوية إذا بعثرت إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يوم القيامة إلا إذا هذا يا عبدي محاذ هيسا يا أمتي محاذ هيسا محين أرانينا يوم القيامة محين أرانينا إذا هي وحول بوحا نصا من عدك عليه إذا هي وحول بوحا نصا من السوشيال ميديا إذا هي وحول نصا من وحول بسيدا نراء أمانه how many likes how many قف بنوتشو سبحان الله how many people أيها كسوكر لي ويب سايتك